من الوسواس ورغي الناس، انسي الكلام وصدقي الإحساس. سيبك سيبك من الوسواس ورغي الناس، انسي الكلام وصدقي الإحساس. الدنيا جاية والأمل موجود، الدنيا جاية والأمل موجود. عجباني ياللي معند أيامك، عجباني ياللي معند أيامك. كل الجراح كل الجراح كل الجراح وتلعبي آلامك، ومصدقة إن الدنيا قدامك. ومهما ضاقت والليالي عتمت، صبرة كأن الصبر خدامك، صبرة كأن الصبر خدامك. ومين اللي قال إن الطريق مسدود؟ ومين اللي قال الشمس مش هتعود؟ صبرة وصبرك ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي، صبرة وصبرك ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي، وكأنه ساكن ضحكة شفايفك، وكأنه ساكن دمعة بكاكي، كأنه ساكن ضحكة شفايفك، وكأنه ساكن دمعة بكاكي. ومين اللي قال إن الطريق مسدود؟ ومين اللي قال الشمس مش هتعود؟ سيبك من الوسواس وقول الناس، انسي الكلام وصدقي الإحساس. سيبك سيبك من الوسواس وقول الناس، انسي الكلام وصدقي الإحساس. الدنيا جاية والأمل موجود، الدنيا جاية شفت جابر اللي طول عمرنا كنا رافضينه، هو اللي رفع راسنا قدام الناس كلها. حافظي عليا يا بنتي واهدي بيا، وان شاء الله ربنا يديني طول العمر واشوف عيالي تحت رجليكي. هتيجي تزوريني صح؟ وأنا كمان هزوره وأجيب لك زيارة عشان أشرفك قدام أهل جوزك. أنا ماليش غيرك، ما تقطعيش بيا يا صبا، أنت خاطري ما تقطعيش بيا. يلا يا عروسة عشان أوديكي ضرب ونص، يلا احنا اتأخرنا يا حبيبتي، يلا يلا. يلا يلا حبيبتي. يلا يلا. عارفة يا صباح، لو كان عندي ضغط ما كنتش هخليكي أبدا تطلعي منه. يلا حبيبتي، مبروك يا حبيبتي، مبروك يا حبيبتي. يلا حبيبتي، يلا يلا. العواف يا جدة. أهلا يا صباح، تعالي يا بنتي. اتفضلي يا عروستنا. أصل الأبلة نورة قالت لي أجي أجهز من هنا، بس أنا ما كنتش عايزة أتعب حد معايا الصراحة. يا بنتي ده بيتك، وعريسك كمان لازم يفهم إن ليكي ناس هيردوه ويرجع لهم لو بس طرف بعينه فيكي. ربنا يخليك ليا يا جدة يا رب، ويجعله دايما عامر بحسك كده. ويسعدك يا بنتي ويتمم لك بخير. انا ما لقيتش البت امينه فجبت لك النسخه الصغيره. مش هتفلتي مني المره دي، هزوقك يعني هزوقك. تزوقيها؟ انت عايزه عريسها يهرب ولا ايه؟ فاكره يوم ما سرحت لك يوم كاتبه كتاب امينه؟ يوه وده يوم يتنسي، بس اوعي تعمليها تاني بقى. يلا يلا يا بنات اطلعوا حضروا العروس، مفيش وقت للهزار. يلا يا صباح. قال على راي المثل، على ما يكحلوا العمشه يكون السوق خرب. بلاش العمشه دلوقتي يا جده، بقت تخصنا. يا بنتي يا مقروضه انتي، هو انا جبت سيره حد ولا قلت ثانيه العمشه؟ الحقوا الجده بتقفش هزار زينا. شفت، مش قلت لك البت دي هتتجوز وتحل عن سمانه، عشان بس تبقى تصدقني بعد كده. يلا كل حي بياخد نصيبه. البت صباح دي شافت ياما، من حقها بقى تفرح لها شويه. تفرح باللي يلقلاها لجابر البلطجي، مش تبص لسيادها. حضري ثبت وبعتيه دار محمود ابو ناصر. ايه ده، هو انت ناوي تبعت زياره لصباح وجابر؟ همام بنفسه هو اللي داعي الناس، انا لازم اعمل الواجب. اذا كان على همام نعمل الواجب ونبعت زياره عشان ترتاحي وتبطلي القلق اللي انت فيه دايما ده. لا ما انا خلاص هرتاح بعد كده، ده انا الود ودي ازغرط. زغرتي هناك في الفرح مش هنا. شكلك كده زي القمر يا صباح، ولا ايه رايك يا رئيفه؟ قمر والله. بقى كده انت زوقتوها قبل ما اجي؟ انت كنت عايزانا نستناكي؟ يبقى البنت مش هتتجوز في ساعتها. الناس بتستنى القطر، لكن القطر ما بيستناش حد يا امينه، واحنا القطر. مبروك يا صباح. طب خلي معاكي دلوقتي. ده ايه ده بقى؟ في اسرار ما بينكم ولا ايه؟ اسرار ما ينفعش البنات اللي زيكم يعرفوها. ايه ده؟ يا سلام، ده شفتشي قوي كده. عيب يا رئيفه، وده هتلبسيه اول يوم يا صباح. تحرجيهاش بقى يا رئيفه. يلا يا بنات المأذون وصل. انا هروح اتفرج على كاتب الكتاب. انا جايه معاكم. البلد كلها فرحانه عشانك يا صباح. وكيل العروسه والشهود. الشاهد من ناحيتي الرئيس همام. الشاهد الثاني. انا الشاهد الثاني من ناحيه العروسه، الحاج يوسف وكيلها. وماله، انا وكيلها. هاتوا لنا موافقه العروسه. اتفضل يا همام. يلا اتفضل يا عم محمود. اتفضل اتفضل. همام بيجوزها واحد من رجالته عشان يخلص منها ولا عشان تبقى تحت امره؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوليه ده. بعدين افهمك. يعني ايه مش موافق؟ يعني انا وكيل ابو عصفور مش الحاج يوسف. حد يطور الحاج يوسف يبقى وكيله؟ انا بقى وكيل اللي اقرب لي، واللي اقرب لي ابو عصفور مش الحاج يوسف. خلاص براحتها، عصفور عصفور. يلا يا عم محمود. همام، أنا موافقة أتكلم بابا. رفضت إن الحاج يوسف يبقى وكيلها، ومصرة إن عصفور هو اللي يبقى الوكيل. واحنا ما يشرفناش نتوكل للاشكال دي. دي بنتي دون، ما تشغلكيش. تعالى يا عصفور، صباح معها حق انك تبقى وكيلها. انتوا عشتوا طول عمركم مع بعض، يعني انت في مقام ابوها. روح اقعد جنب الشيخ محمد. خير. تعالى يا عم عصفور. اقعد هنا يا اقعد. على فين يا حاج يوسف؟ هقعد في المضيفة جوه. عايزك بعد كتب الكتاب يا همام يبقى هات حامد وحسنين معاك. ندي ايدكم في ايد بعض بقى، خلي نخلص في الليله مش معديه دي. لا معديه معديه وزي الفل كمان. هم انت بس بالمنديل. تعال يا حاج يوسف. خير يا همام يا ابني، استهدى بالله كده وتعالى اقعد قدام. حاضر. وادي قاعد. تعالى يا جابر تعالى. ايه يا عمار الليله سكتي؟ سكتي ايه يا ده؟ الريس همام بعد جايب لك الغازيه وفي الكارته بتاعته مخصوص. ده ايه الليله العسل دي؟ خد، عايزينك تشرفنا وترفع راسنا. ما انا هرفع راسنا على الرجل. تمام. ودي كمان بقى ايه دي؟ ده مسكنه دي؟ ده ايه دي؟ حلو، مية مية، شكلها هتلعب وهتولع. ده شكلها هتبقى ليلة زي العسل. كتبوا كتابك يا صباح، ألف مبروك يا عروسة. عقبالك يا رب. أنا همام اتقدم لي وهيكلم بابا النهارده إن شاء الله. يا زين مختار، وانت ايه رايك؟ وانا هفهم زيك بردك، اكيد انت هتفهم احسن مني. بس انت طول عمرك عايشه هنا في البلد وعارفه كل حاجه فيها. متخافيش، ربنا اكيد هيختار لك الصح والصالح ليكي. حبيبتي يا صباح. احنا ياما شيلناك هموم البلد دي من ساعة جدك ما مات لحد وقتنا هذا، ومن قبل ما يموت كنا برضه بنحتاج لك. العفو يا حاج يوسف، انتوا اهل، وعشان احنا اهل مفيش كلفة بينا يبقى لازم نراعي بعض. هو حصل مني حاجة تجاه حد لا سمح الله؟ لا، انت راجل محترم والعيبة ما تطلعش من بقك، لكن ابوك واخوك لازم ترضيهم عشان خاطري، واكرام الضيف واجب زي ما انت عارف. مش تسالهم هم عملوا ايه يا حاج يوسف؟ حاضر، انا مش هزعلك وخاطرك عندي عزيز. تعيش. اتفضل يا حامد. متزعلش مني يا حسنين اخويا. ما تاخدش على خاطرك مني يا ابو حسنين، وهات راسك بس. خلاص بقى، بس برضه مش هنرجع نقعد معاك في البيت. اقعدوا في اي حته زي ما انتوا عايزين، انا المهم عندي انكم تبقوا مرتاحين. عداك العيب يا همام يا ابني. وبالمره يا عم محمود، وابو حسنين موجود والحاج يوسف منورنا، انا اتشرف اني اتقدم واطلب ايد كريمتكم للناس نواره. ازاي الكلام ده؟ بقى هي نواره هترضى بواحد زيك ما كملش علامه؟ ابنت وهي اللي قالت لي اكلم ابوها. يا زين ما اخترت يا همام، ويا زين ما تختار يا محمود. ما عندكش مانع يا عم محمود؟ بينا نقرا الفاتحه. والله يا همام يا ابني انت فاجئتني. سنين يا ابني كسرت قلب اخوك. اله يكسر قلبك يا بعيد. روح الهي لا تكسب لي، لا تكسب دنيا ولا اخره. انا مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه. رد على همام وسيبك من حامد وابنه. لو موافق يلا نقرا فاتحه مفتوحه دلوقتي. طب على الاقل اخد راي جدتها وامها، ما هم برضه ليهم راي. طبعا يا عم محمود، شور براحتك وانا تحت امرك. وعمر نواره وام نواره وجده نواره. على بركه الله، عين العقل يا همام يا ابني، عين العقل. بس برضه ابوك واخوك لازم تراضيهم. انت شفت بنفسك يا حاج يوسف. انت كمان يا عم محمود. بحبها بحبها بهلول. طب اهدى وبلاش عياط، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. هيحصل ايه يعني؟ هيحصل انه هيتجوزها. انا مكتوب عليا دايما كده، اتحرم من كل حاجه وهو ياخد كل حاجه مني. لسه بدري يا شيخنا، مفيش حاجه حصلت، ده كله كلام. يعني ده لا خطب ولا شبك حتى. بيقول لك ايه اللي قالت له موافقه ويروح يطلبها من ابوها. بس لما يتعرف موضوع الخطف اللي انت حكيت لي عليه اكيد هيكون لهم راي تاني. مين؟ ما قلنا طيب بهدلي، انت مستربح كده ليه؟ الله. ابني حبيبي جه عندكم؟ اهو جوه مع الاستاذ في المكتب. عامل ايه؟ اما هو ينهنه زي العيال الصغيرين. حبيبي يا حبيبي يا ابني، هاتله ارواح يمكن يسرق. يا حبيبي يا حسنين، ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. ما انا قلت لك يا حسنين، قلت لك الواد ده عايز يكوش على الدنيا بحالها، وانت تطلع مليتي من كل حاجه حتى نواره. انا مش مزعلني موضوع نواره يابا، انا اللي مزعلني وزعل كله على البلد. البلد اللي همام ضحك على اهلها ومفهمهم انه هو حاميهم. مصيري هعرف افضحه قدام كل اهل البلد. ايه يا عروسه، عروستنا عامله ايه؟ مستنيه بختها. بختك زي الفل ان شاء الله. بس انا عايزه اقول لك حاجه. طب انا حاسبكم بقى اروح للبت امينه ورأيفه. لا خليكي ما تتكسفيش، ما انا لو ربنا اداني العمر وشفت فرحك هقول لك نفس الحاجه. فاسمعيها معاها بالمره. لا ربنا يخليكي يا حاجه يا رب. شوف يا صباح، بيتك هو جوزك وجوزك هو دنيتك. تصاحبيه يصرحك، تضيفيه يأنسك، وتبقي كده بشوشه وسنك باسم يحبك. ربنا يخليكي لينا يا جدة وما يحرمناش منك أبدا ويسعدكوا يا ولاد يا رب. يا حمار يا عروس، أنا هنزل واحد. ألف مبروك حاسم. أنا زي الفل على فكرة. قمر. يا ربي. دي إيه الليلة العسل؟ جمت. أنا جمت. ألف مبروك يا عريس. ألف مبروك يا عريس. يا جابر الغالي، هسوي هواي النهارده. مش عايزك تصغر رقبتنا ها؟ هدغدغ الدنيا عليك. انتوا عملتوا فيه ايه؟ انا اللي عليا عملته، خليتهولك مش دريان بالله حواليه. بصي اتصرفي معه كأنها أول ليلة ليكي. لا والله عندك حق بصحيح. كتر خيرك يا سي همام. شوفي عريسك عايز ايه، ما تحرمهوش من حاجة. بصي كل ده علشانك، عيشي. صباح يا مباركة يا عروسة. صباح على خير. صباح. تعالى يا حبيبتي. يلا تعالى يا حبيبتي. ما تتكسفيش مني. انسى انك تلمسني يا جابر طول ما انت كده. لازم تفوق، فاهم؟ أنا استنيت اللحظة دي على مدار تاريخي كله. ما كنتش فاهم غير اللحظة اللي يجمعنا فيها أوضة واحدة حلوة زي دي. مش هتلمسني يا جابر غير لما تفوق لنفسك. يعني إيه؟ يعني نام. نام الصبح قرب. نام يا جابر، نام الصباح رباح. طب غطيني عشان ما أبردش. الأمانة تمام؟ أيوة تمام، بس على الله هي تعرف تقوم بواجبها صح. ما تقلقش هتقوم. أنا هطلع أنام، كان يوم رخم. معلش، ما هالأيام برضه من ده ومن ده. والله يا عمار من الأصل ما كانش فيه غير نوار. يا رب تصبح وتتمسى بيها يا همام، يا رب. ماشي. لازم تقولي من الأول، على الأقل كنت هروح أخدك من الوحدة الصحية وأجيبك على هنا ومن غير ما أي حد يقدر. إيه أنت يا شفوت؟ قلت أتسحب وأجي على ضهري وبسرعة جيت قبل ما حد يحس وقبل ما أخش في الغيبوبة تاني. على العموم ألف حمد لله على السلامة يا عم جاد، نورت دارك. كتر خيرك يا عطيه، كتر خيرك. بسم الله. بس انا عايز همام، همام بس. لو تقول لي بس مين اللي عمل فيكوا كده؟ ده انا كنت اروح اجيب خبر. فيكوا؟ هو حد تاني حصل له حاجه؟ هو مش في حد دخل عليكم هنا في المضيفه انت وثنيه وكان عايز يخلص عليكم انتوا الجوز؟ خبط دماغك انت في الحيط وشقاها هي بسكين. فكرت وهي ثنيه ماتت. لا نجت وهي اللي حكت، بس هي عشان عمشه ما بتشوفش ما عرفتش تحدد بالظبط مين ابن الحرام اللي كان عايز يخلص عليكم. ابن حرام؟ ده حرام كان متلسم وما شفتوش. انا عايزك تروح لعمام بسرعه عشان اقول له كلمتين من غير ما حد يحس. ها قول. قول له حرس والعمشه ابو وشين. ايه؟ قوم الحق واقول له الكلمتين دول. حاضر، بس لازم يكون نام دلوقتي. يبقى الصبح. يلا انا عايز انام. ودي قومه عطيه. واحنا بالحمام جابوا وخد حاسك ومحدش يعرف ان انا هنا. حاضر، مش عايز حاجه اجيبها لك وانا جاي. كتر خيرك كتر خيرك يا بس خد حاسك. السلام. سلام. كانت ليلته حلوه الواد جابر، ربنا مبخت له عشان طول عمره وقلبه ابيض. الله، مين اللي خارج من بيت جده؟ ده عطيه غراب. مين اللي بيخبط؟ ايوه يا عم محمود، انا حسنين. خير يا حسنين يا ابني، ابوك جراله حاجه؟ لا ما جرالوش حاجه، بس انا كنت عايزك في حاجه مهمه. والحاجه المهمه دي ما تستناش لما نتقابل في الفجريه في الجامع؟ صدقني يا عم محمود ما يستناش. طب يا حسنين يا ابني انا نازل لك، استنى. خير يا محمود، في ايه؟ والله ما انا عارف في ايه. استرها يا رب. اتفضل يا حسنين اتفضل. معلش عينك وش دارك يا ابو محمود. خير يا ابني ليه؟ كفى الله الشر. ايه اللي حاصل؟ قلقتني. انا خزيان منك يا ابو محمود، مش عارف اقول لك ايه. اخويا هو اللي خطف نواره وتفيده هانم مرات شاكر بيه. حمام هو اللي خطف نوارة وتفيدة مرات شاكر؟ طب ازاي هو اللي راح جابهم؟ للأسف هو ده اللي حصل، عشان لما ينقذهم يبان بطل قدام أهل البلد. طب وأنت عرفت منين حاجة زي دي؟ أنا الحكاية دي من ساعة ما عرفتها هي اللي خلتني أصمم إن أنا أسيب القلعة وأمشي. أنت متأكد بالكلام ده يا حسنين؟ أنا لما كنتش متأكد يا أبو محمود كنت جيت بلغتك في وقت زي ده. أنا جيت بلغتك عشان خاطر أخلص ضميري، السر ده مش قادر أكتمه جوايا أكتر من كده، خصوصًا لما عرفت إن همام اتقدم عشان يطلب إيد نوارة، وأنا لا يمكن أسمح أبدًا إن نوارة تقع في مطب زي ده. أوعى يا ابني يكون اللي بتعمله ده من باب الغيرة من أخوك. غيرة؟ الله يسامحك يا أبو محمود، أنا مش غيرة من همام. أنا مشفق عليه عشان اللي بيعمله فينا وفي الناس، حسابه تقيل قوي عند ربنا. وبالنسبة للمكان اللي كانت مخطوفة فيه نوارة وتفيدة مرات شاكر بيه، المكان ده يخص همام وباسمه، وأنا عرفته. ولو حضرتك عايز تتأكد مخصوص تعالى معي وأنا أوريهولك. شكر حسنين يا ابني انك نبهتني لحاجه زي دي. انا اسف يا ابو محمود، بالغلط طايلني برضه عشان اخويا. سامحني سامحني يا ابو محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جد؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. شوف يا همام، انت عارف ان انت من غلاوة جبر ابن ابني ولا لا؟ عارف. طب عارف ان انا بخاف عليك ولا لا؟ عارف قوي. طيب شوف بقى، انا جايه لك في حاجه كده ومش عايزاك تكسفني. حاجه ايه؟ شوف يا همام، الله الله على الجد والجد الله الله عليه. هو انت في حاجه؟ حاجه ايه؟ مش فاهم. انت في حاجه؟ هو انت مش لسه مجوزه يا ابن ابنك وجايه مهدوده من الفرح؟ ما تروحي تنامي احسن. جد اتقتل يا حزني. بتقول ايه؟ مقتول ومرمي ورا داره. يا قلبي عليك يا جد. تعالى وريني فين. خدني معك. الظاهر ان هو كان بيقضي حاجه والسر الالهي طلع. ده محزوز من رقبته. مجروح من جوه ومرمي. يا قلبي يا جاد، والنبي ما حد كان يقدر عليه لما كان بصحته. مع السلامة يا غالي. هو وصل هنا ازاي؟ مين يعرف؟ اللي عارف انه هنا هو اللي قتله. وعارف اللي قتله هو اللي كان عايز يقتلني انا وهو قبل كده. عمار قلبي بيقول لي كده. امورنا يا ريس. اكرام الميت دفنه. خلاص نغسله ونجنزه وندفنه. لا لا لا، مش عايز شوشر. احفر وادفن هنا على طول من غير ما حد يضرب. هنا؟ ايوه هنا. ابعت هات راجلين من رجالتك خليهم يدفنوه هنا على طول. هو عطيه فين؟ معرفش يا ريس، من ليله امبارح ما ظهرش. ماشي. روح شفت في انهي داهيه ورا اخر. لا لا يا حمام، خلينا في المرمي ده قبل ما ينفخ والريحه تطلع. يعني ادفن دلوقتي ولا استناك لما تحضر؟ لا ما تستناش، انا ورايا حاجه لازم اعملها، مش هقدر احضر. الله يرحمك يا جاد، ده من ريحه جد حسن الهمام الله يرحمه برضه. ها؟ يعني هتدفنوا الراجل من غير ما تحضروه وتكفنوه؟ لا هو انت ما سمعتيش يا عمشه ولا ايه؟ ما خلاص شهيد ومكتوباله. جد شهيد؟ طب وماله؟ عقبالك اما تتكتب لك. غوري بتقولي ايه؟ غوري قطع حسك. الله يرحمك يا عم جاد. عطيه عطيه يا همام اصبر بقى، خليني احكي لك اللي عايز احكيه لك. ايه ده؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ الخربوش ده ولا ايه؟ خربوش ده 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 جدك عكاشه بقى الله يحفظه. جد عكاشه الله يحفظه؟ ولا جد جاد الله يرحمه؟ ايه؟ خص عليك يا همام، انت بتقول ايه؟ انا ما اخونش ابو عبعاطي ابدا. في ايه؟ هتستعبطي ولا ايه؟ ليه؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ لا لا طيب يا عمار يا عمار. في ايه؟ في ايه؟ خد عطيه ده مسموم باين. خد يا عمار على طول على طول على الوحده الصحيه. يلا اجري بالكارته بسرعه. مين ده؟ اساله ماله؟ ماله ده؟ تعالي ايه؟ تيجي في رجالتي نفر نفر ولا ايه؟ انا لا يهمك. لا 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 يهمك. في ايه؟ انت بتعمل ايه يا حماه؟ بتعمل ده واكل سم فران. كويس انك جبته في الوقت المناسب والا كان هيروح فيها. وهيفوق امتى يا دكتور؟ انا عملت اللازم. كلها كام ساعه ونشوف العلاج اللي انا اديته له هيعمل ايه. وممكن يموت فيها؟ الله اعلم. الاعمار بيد الله وهو بين ايدين ربنا دلوقتي. طيب يا دكتور. طيب على العموم هو امانه في ايديك دلوقتي، ما حدش يدخل ولا يخرج عليه الا انا والريس همام وبس. هحاول. هحاول ايه؟ ما فيهاش هحاول دي، في حاضر وبس. احنا مش عارفين الراجل اللي نايم جوه ده كل سم الفيران ده ازاي ومين اللي وكلهوله. مش يمكن حد متقصده ولا قصده بالعنيه، صح ولا لا يا دكتور؟ صح. ويمكن اللي عملها فيه يجي في غفله ويكمل عليه، صح ولا ايه يا دكتور؟ صح. يعني الراجل اللي جوه ده في امانتك لحد ما نشوف ايه اللي هيجرى. حاضر ولا ايه؟ حاضر. السلام عليكم. تجري تحط نفسك في مقام ستي. انا قصدي ده يعني في السن، لكن ده انا خدامة ستك يا سيدي. انا مش قدك يا همام. انا اللي مش قدك. خلاص الكيل طفح منك ومن عمايلك يا شر البقر. ايدي يا همام. ايدك دي قطعها لك. سيبنا الله لا يسيء. هسيبك هسيبك بس بعد ما اطلع روحي. ايوه ايوه حاضر حاضر حاضر. يا اللي بتخبط ثانية. همام انت فين يا همام؟ همام حرام عليك يا همام. حرام عليك، انا بموت يا همام. ارحمني. ارحمني يا همام. انا ماليش ذنب في حاجه. يا همام. ارحمني همام. انت فين يا همام؟ هات همام. حرام عليك يا همام. حرام عليك، انا بموت يا همام. ارحمني. عايزة اطلق ايه؟ ها؟ ما قتلتوش. أنا ما قتلتوش يا عماد، ما قتلتوش. ارحمني يا عماد، أنا ماليش ذنب في حاجة، أنا ماليش ذنب في حاجة يا عماد، ارحمني. هتقولي ولا مش هتقولي؟ أنا ما قتلتش حد، أنا ما قتلتش حد. قوليلي. ما قتلتوش. قتلت الجد ليه؟ أنا ما قتلتوش يا عماد، ما قتلتوش. عايزة أطلق. أنا ماليش ذنب في حاجة يا عماد. بتخلصي على الجد ليه؟ إذا وسوس الوسواس يصدقوا ويكذبوا الإحساس، ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح، يا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح، في ناس تقول عالمر زايد سكره، وناس تقول عن عمرها ضاع أكتره، وإني رغم العمر لسه بتبتدي، لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا، لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا. لا يوسوسك وسواس إلا عمايل الناس، واللي بيحميكي هاوة الإحساس، ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. تحت الحيطان يتحصروا، تحت الحيطان يتحصروا. لا توسوس الوساويس في ودانك، لا توسوس الوساويس في ودانك، ولا تسامحي الندل لو خانك، ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح، يا دنيا لا تنسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح.